السلام عليكم خوتي خواتاتي، واش راكم مبروكه باش ما تمنيتو؟ ان شاء الله انا بشرى اللي كنت فيلميت معكم هذيك المره اللي فاتت باش اللي كان مريض في رجليا. بغيت نقول لكم اخر المستجدات بعدا كنا شكرا لكم كاملين، يعني بقيتو متابعين معايا وكتسولوا فيا، اللي صيفط راه كيصيفط واللي كيدعي معايا راه كيدعي معايا، الله يجازيكم بخير، يعني ما نسيتونيش كاع. وبغيت نقول لكم ان كانوا عاطيني واحد الرونديفو باش نمشي نجيب داك لي ريم والمارت سكانير اللي كنت درت، مشات امي ومني مشات بقاو قالوا ليها رجعي ثلاثه المرات وهي كتمشي. مشيت الاول درتو، مشيت بلومبينونس درتو وقالوا ليها واحد 4 ايام ورجعي، درنا 4 ايام ومشات، وعاوتاني قالوا لها يومين، عاوتاني رجعت، يعني سيقول شي 10 ايام باش ناخدو. خداتو وتاني بدات كتقلب على الطبيب ما لقاتوش، عاوت رجعت تاني الغد ليه وهي مريضه، مني لقاتو ما عطاهاش زعما كاين الريزلت ما بين السكانير الاولاني والثاني، حقا قال ليها عندها عرق مبوشي وفي رجليها وجي وخاصكم تجيبوها صافي. لا قال لها عندها عرق، واخد التليفون ديالها وقال لها تنعيط عليك، قالت لي شوف ولدي رخص رجليها راه مع امي دابا كنا صوراتها وداتها راه حالتها، قال لها كيقول لها بحال كدا بلا رجليها ماشي مشكله، المهم عطيني نمرتك تنعيط عليك. وراه هي المشكله انا بغيت نفهم، بغيت قال لها كيقول لها كنقول لها امي واش مأكده، قالت لي راه قال لي راه عندها عرق مبوشي في رجليها ورجليها راه ماشي مشكله خصنا نعالجوا ليها الريه، ديري ليها الراديو تاني ديال الريه خصنا نعالجوا ليها الريه هي اللي مشكله. انت قادره تصبري مازال تسنى؟ لا ما قادراش انا حتى نتسنى يعالجوا الريه، انا خصهم يعالجوا لي رجليا، بغيت انا غير نطويها حقاش غتبدا تعفن. البارح ولدي قال لي فيها الريحه خايبه، ريحه خانزه، غتبدا تعفن لي رجلي، كنعالجها على راسي على راسي، ندير لها الفازلين باش ترطب، وكنت وعدت مع كلشي كتحبسني كنت وعدت، ومنقدر امي ما تقدرش تعالجها ليا، وعيت وكنتالم بها بزاف، ما كنعش بالليل كاع ما كنعس، كنضل نشرب في الدوايات. السبيطار اللي ما بغاوش يستقبلوك ما بغاوش يديروا معاك شي ما كان، شنو الغرض ديالهم؟ واش خاصك الفلوس باش عنده، واش خاص شي حاجه تخلصيها ولا ما كيستقبلك؟ ما كيستقبل ما كاينش واحد يلوحك لواحد. ومني مشات كاع تسول في كلينيكات، كل اي كلينيك ما باغيش يدير المهمه بحال دابا باغي غير نيطواي، كيقول لهم تجي تنعس كامل يعني تجي العلاج كامل، وانا ما عنديش باش ندخل الكلينيك باش نبدا في العلاج كامل، يعني خاص لي بحال قلتي تايا يتكلف فيا ويدخلني كلينيك، حقاش اي حاجه غتخرج غيقولوا لي دير الراديو، غيقول لك دير سكانير، غيقول لك دير الراديو، وانا ما يمكنش انا مني يقولوا لي ديري شي حاجه وانا ما عنديش، خاص لي يتكلف فيا. اه كيعيطوا عليا كيصيفطوا لي اللي قسم الله، بحال دابا كاين هي صيفط جابوا القرعه ودابا ديال الاكسجين، يعني كان عندك مشكل ديال القرعه التنفس، يلاه دابا كاين هي جابوه ودابا خادي ديال اللي كتعبر الاكسجين. قلت لها السيده شنو؟ قالت لي شنو خاصك؟ قلت لها باش نعبر الاكسجين في الدم باش يعبروا يسميتو، صيفطت لنا الفلوس راه صيفطنا، يلاه جاو اليوم هادو جابوهم لاباري ديال الطونسيون لاباري ديال السكر باش انا نعبر انا الاكسجين، كان هاد سميتو، وحده اخرى كتجيب لي الدواء بيتادين وكتمشي تشري لي البراوات كيجيبوا لي. كاينين المحسنين تبارك الله، الله يكثر خيرهم لا يخطيهم، يعني ومساكن ماشي نقول لك يعني كيمشيو هما محسنين كيدوروا على الناس باش كيجمعوا لي مساكن، الله يكثر خيرهم. الحمد لله. وكي كيجيو عندي هنا كتبقى تعاوني في رجلي، عاوني في رجلي، مع امي حاطه الساروت حدا الباب، السيده كنعرفها تجي تغسل لي الماعن، وإلا ما كانتش امي تعاوني في رجلي خرجت جابت ليه بيتادين، ولدي كان مسميتو قالت لي واش شريتي ليه الدواء ولا لا،
يعني الحمد لله كيجيو عندي، الله يكثر خيرهم الله يكثر خيرهم، وكنشكرهم كاملين. وكنطلب دابا غير الا كاين شي محسن يتكلف بيا يدخلني السبيطار، كنتالم بزاف والله العظيم كنتالم كنتالم بزاف من رجليا، وما نقدرش ندخل ما نقدرش نمشي للسبيطار. يعني شفنا واحد الحاله هي تفشات واحد شويه ولكن بدات كتزيد شحال كلا بدات كتموت. راه دابا كاينه هي راه كازه ودابا تقدر تلوحي عليها شي حاجه ما تالمش ما نحسش بيها، ودابا نضربها مع دابا ما كنحس كل حاجه. شحال دابا شحال تقريبا ديال الوقت دابا من النهار اللي بدا المشكل ديالك؟ دابا كاينه يا شيف طالع الشهر شهر بدات كتموت. ما كاينش ما كاينش شي واحد يوقف معاك والو، كاين الله سبحانه وتعالى والناس هادو الله يكثر خيرهم. اش من السبيطار اللي كتمشيو له اللي كاين اللي ما كيستقبلوكمش؟ ميريزكو. وميريزكو يعني كنقول معروف يعني كيقولوا بلي هو اكبر سبيطار. ولكن وانا ما صراحه ما كاين اطباء كاينين عندنا الصغار، الدراري الصغار كاينين هما اللي دارين بيا. اللي جا يبقى يقول لك عاودي ليا من الاول، اللي جا يقول لي عاودي ليا من الاول، وعلهم بنوس تمحنت فيها ملي كنتحرك كضرني رجليا ملي كيحركوها، داك علاش ما بقيتش قدرت ننزل ونهبط. وكل مره كتمشي كتشوف لون بيلون. ما نقدرش نمشي بلا لون بيلونس، ما نقدرش كاع تنجلس في الكرسي. كتشوف لون بيلونس وجيو على والو، نمشيو الصباح ونجيو في العشيه، حتى الجوج الليل كنبقاو لوحده على والو مسكين. تبقى تمشي بشي رساله للمدير ديال هذا المستشفى والناس اللي خدامين تما رساله، على الاقل بحال هاد الحالات المستعجله يدخلوها ويصيفطوا ليها طبيب، ماشي ستاجير ماشي طبيب. واش الطبيب يخرج عندي حتى للزنق حتى الكولوا، ماشي في في في, في العياده ديال في بلاصتو ولا بيرو، طبيب خارج عندي لبرا ويجي. ما عندهمش امكانيات في هذا المستشفى ولا؟ اخويا اش نقول لك؟ عندهمش معدات؟ كاينين 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 عندهم معدات، حاجه واحده دير لك بحال هكايا وتقول لك سيري ديري السكانر وديري ليريم صافي صافي، هادشي اللي كتخسر عليك. وانا يكون عندي باش ندير سكانر ولا ليريم، انا نجي عندك تمايا كوراني داخله للكلينيك. باش نقربوا الناس الصوره، يعني فين ساكنه انت؟ هي قدامك قدامي كلينيك. كاين كلينيك؟ مشات عندهم الام ديالك شنو؟ دات لهم الدوسي ومشات، قالت لهم هانت الله وتصاور، قالت لهم الله يخليك بغيت نيطوي رجلي لبنتي، انا كاع ما عندي غرض كاع بالك. وهي شاف الدوسي وكلشي وقال لها من الاحسن تبعي معك. دابا ما عجبدات لي حس الرامي عارفه ما عندهاش فلوس، قال لها من الاحسن تبعي مع كلينيك مع ميريسكو. قالت لي انت وليدي راه باغا ندوز لها، قال لها الا دخلتي راه مصاريف كثيره ما تقضيش عليهم، هادشي اللي خسر عليها. قالت لي يا وليدي الله يرضي عليك دابا نيطوي لي عرجليها، انت الدوسي عندك، بغيتي نيطوي عرجليها من التعفن وهادشي؟ قال لها لا سيري تبعي مع ميريسكو. مبغاش هاد المصحة هادي كاينة في حي الأزهار؟ هنا قبلت الباب ديالنا كاينة في حي الأزهار. في حي الأزهار قال لي إلا بديتك سميتني تك. الناس اللي باغي العنوان ديالك ويجيو عندك. أي مرحبا بهم، الأزهار البرنوسي الأزهار شطر 71 يعني حدا كلينيك شطر 71 العمارة 53. وشي رسالة للمحسنين، شي محسن اللي يتكلف بك يعني حنا ما كرهناش شي واحد اللي يتكلف قريب باش ما تبقايش تعذبي وتكوني قريب. انا يا ما كرهتش اخويا هذا اللي يتكلف بيا، عنده اجر كبير عايدير فيا انا اجر وفي امي وفي ولدي، يعني يتكلف بيا يعني بغيت غير نولي لاباس، بيتي نتحرك تا انا ونوني لاباس والالام، وما يمكن ليش انا نمشي نتكلم يعني ما عنديش. يلا دابا كينا مع الدوايات وليكوش وهادشي الرقيق ما يمكن ليش، وكنطلب من شي محسن يتكلف بيا حقاش المصاريف ما نقدش عليهم انايا ديال الكلينيك. والسلام عليكم.